انا اسف شيء كلنا اسفين بس انا ما يبقى لا لازم تصير اسف انا ما اسف انا عبد الواحد بالله تكفى خليك اليوم اسف اسف ابشري كلنا اسفين اسفين من لقافه واحد من الشباب وطردنا طردناه بجلد الفاصل هذا بسبته عشان كذا نرجع اقول اشتقت لكم اشتقنا لك حتى انا اشتقنا وقلت الجلسه هذه بتجي اريحيه يا سلام فكوها بدون مقدم بدون متسابق بدون فكوها يا الربع كلام في خاطري والله العظيم اني شفت هالشيء واني ما قد صرحت هذا من عقاب في برنامج ابد هذا من عقاب لكن اشهد الله يد البرنامج انه ذاع صيته وشفت نجاحه ما بعد بدا البدايه الفعليه دليل على انه توه في التصفيات انا قاعد استرسل الواحد صار يسترسل بدون مقاطعات يعني, يعني. اوكي حبي عشان ما تلحق اللي ما نطلع فاصل ثاني يشهد الله اني اقولها صادق الله يرحم والديك اقسم بالله اني فرحان لكم وفرحان للي بيتاهل وفرحان للي موجودين حتى اللي ما هو متاهل انا اضمن انه بيطلع وهو كاسب له جمهور قوي لنا ان شفنا تقبل الناس للبرنامج شفنا قوه الجماهيريه شفنا ما شاء الله تبارك الرحمن ضغط عالي شيء 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 الحمد لله ما شاء الله تبارك الله لكن صدق بسالكم من اللي متفائل انه بيتاهل انا ما شاء الله تبارك الله كلنا اكيد متحزمين ولا ما انتم متحزمين هاي لو ما احنا متحزمين ما قلنا ما رفعنا يدين قول لا اله الا الله لا اله الا الله انت الحين من وين من الجنوب من الجنوب ونعم اهلا ونعم مالك سود والله من البراد شكلي هي ان من سرح الله تجينا السود وين مهند بالزلف ولا بدون لا بدون بدون لا بالزلف بالزلف ممكن بس الحين لا والله شمال الرياض حي الحمراء حي نرجس حي حمراء الحمراء ايه انت حمراء وش حي حمراء كل الحمراء يا اخوي خلاص يا اخوي خل الرجال خلاص صدق والله خلاص قسم بالله خلاص يا رب انا اتمنى يجي صاحب قرار غير ابو سلطان الله يطول بعمره واول اللي بيكون صاحب القرار اتمنى يجي شخص واحد في بالي خلدين في بالي ولا في جاكرت والله لو يجي خلدين انت عارف الصادق صح خلدين واحد يعرفه طيب من الجنوب والله لا يجي والله يجي نقفل ملف ابو سلطان وابو كامل خلاص قفل على الموضوع ايش اسمك اول شيء سند القحطان سند تفضل ونعم معليك هل تعتقد يا سند انك من اللي بيضربون الميادي باذن الله حين ضاربينها ضاربينها عند الحين مع المتاهلي ولا ما انت معهم باذن الله نكون معهم الحين فاخر بالتصويت لا تصويت وطايب علي باذن الله نجيبه ما جماعه دامك ما جبت باذن الله نجيبه قد قال الاول ما يبتسم الا ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال الى حال والخيل صله الحق تالي ايه ايوه ذا الراس الله ما يخلونك باذن الله المحلوب من وين؟ أنا بعابيت على رعاق وش من؟ مرحبا ألف بعد جنوب اي نعم يا حيكم يا أهل الجنوب البراد والهبايب ها وش تصاريحك؟ تصاريحي إن شاء الله أني جايهم من الخلف شلون؟ جايهم من الخلف ورافعنا ال بيرك معيني معي جمهور معي ربع لهم خليل توفوا ساعتك الله يوفقكم جميع يشهد الله أني بتوفيق كل واحدة منكم والله أني أقول أصوات يا رب البرنامج يستاهل قسم بالله اني صادق ابعطيكم نبذه انا من احد خريجين هذه القناه ما شاء الله طلعت اللهم لك الحمد كتب لي الله التوفيق مع ان بداياتكم اشوفها كانت اقوى من بداياتنا تكلفت وتخسرت ودفعت وسويت لكن اللهم لك الحمد ما راحت خساره عندك هدف ما راحت خساره الحمد لله شفت ان انا دفعته عوضته دبل وذري وفور وما شاء الله لا اله الا الله الى يوم القيامه وانا ما شاء الله معي عشان كذا الطموح والنجاح يبي له تضحيه اكيد اما انك تضحي بنفسك وجهدك ولا انك تضحي بماده معينه اكيد ولله الشرط ان تظلل عليه ما هو بلاحقه حر ولا هو بلاحقه ربع يعني كل منكم متحزم ما يحتاج وكل منكم هقوته كبيره وهو قد هقوته عليا وهو قد هقوته ما يحتاج فاللي بقوله لكم باذن اللي ما تنام عينه وكلامي ذا محسوب علي ما يحتاج ان من تعب ظفر
وساقها ساقها لين دخل ذا البرنامج تأهل فيه. صدقني انه ما يتحسف، يشهد الله انه ما راح يتحسف، لاني انا شفت انا نجاح ذا البرنامج وشفت انا قوته وانا تونا ما لنا الاسبوعين. اي والله ترندات. عبد الواحد انت من وين؟ من ناحيه رفيد. ما شاء الله عليكم يا اهل الجنوب ماسكين ال. طيب ما تلاحظ انك من الجنوب ورجدة من الجنوب وسند من الجنوب ان التصويت بتقسم؟ لا ما في. ولا انت هدفك مو بس على الجنوب؟ جمهورك مكونه من جميع الشرائح ومن جميع الجهات. انا جمهوري اخواني وبني عمي. ونعم قبل كل شيء وقبل كلها قبلها كلها معي توفيق من الله سبحانه معي ومع من يسمع سبحانه. انت سمعت ونعم بك وبإخوانك وبني عمك. اما الدعم فانا كنت في مركز متاخر كان 28 كنت 28 وقلت كلمه وكلامي محسوب علي واحتمعتها واحتمعتها الحمد لله ونشكره. هذا اليوم طلعنا بالمركز الاول ما شاء الله تبارك الله هذا من فضل الله لا تفاخر ولا تعالي ونعم لكن نعم بالله سبحانه قد قلته كنت تقدمت على اخوياي كلهم الستين في رقم تقدموا علي في ارقام وايد في المركز يعني ها وسلامتك انا في عينك. اما التاهل ان شاء الله نحن متاهلين معنا واحد ان شاء الله من المراكز الاولى قبل ما ناه اراده الله باذن الله الله يجعل طيب. يوفقكم هي تنامس بعيدا عن علاقتكم الشخصيه واللي بينكم واخوتكم والفتكم الله هو اللي يفعل قلوبكم ولا يفرقكم لكن هي تنافس يا كريم. عندك المسابقات عندك مسابقات الشعريه عندك الانشاء عندك مسابقات البل المهرجان اللي قايم على اسم مؤسس هذه الدوله مهرجان الملك عبد العزيز تنافس تعين الرجال يدحمون ويخسرون الملايين ويدحمون الميادين وياخذون المراكز ويتنافسون وتصاريح لكن في النهايه يبقون الملاك كل منهم يزور الثاني ويبارك للثاني أكيد. ما في نفوسهم الا كل علم طيب تنافس شريف تنافس شريف لا بد من التصاريح لا بد من الحمايه لا بد من الواحد انه يصدح بتصريح قبل النتائج اكيد وكل رجال ما راح يصارح الا هو بيحتمل اكيد والمراكز وحظوظ وتوافيق كل انه يبذل اللي عليه ويقدم اللي عليه والباقي بتوفيق الله سبحانه وتعالى لكن على كثرة التصاريح اللي حصلت وعلى كثرة المنافسات إلا أن الخطة رزانة لكن يبقى الهدف الوحيد الفوز الفوز أنتم إن شاء الله فايزين بالعلوم الطيبة قبل كل شيء بإذن الله إن جاء شيء إن جاء فوز لأي واحد منا فرحتنا له مثل فرحتنا لأنفسنا هذه ما يختلف عليه هذه رزق قد هي مكتوبة الواحد رزق مكتوب الواحد والله ما يأخذها إلا واحد رزق وقد هو كلام وقد كتبه ربي انت سمعت فن جبته انا ولا واحد من ذا النشامه ولا الغايب ولا الحاضر انت سمعت هذا اللي يجيبه ترى ما يجيبه له الحال ترى يجيبه لنا كلنا نعم اي والله لنا الستين غايبنا وحاضرنا لو نقعد سنه ما نقعد ثلاثة شهور الله لا يرحمكم ان شاء الله لكن يبقى فوز روح التنافس لا بد منها أقول لك روح التنافس بشكل عام روح التنافس كل عنده طموح انت عندك طموح رفيقك عنده طموح الحمد لله ولا صار عندك شيء في خاطرك وشيء تبي توصل له لا بد انك وش تعطي اقصاك تعطي ما عندك وتعطي لين تثني رجلك أكيد. دون نجاحك ودون طموحك يا سلام ان كذا ما ثنيت الساق ما راح يجيك النجاح ولا طموحك ولا يجيك الفائده وانت جالس في بيتك لا بد فيها تضحيات لابد انا ادري وش في خاطرك على اخويك لكن انت عندك شيء قدام وهو عنده شيء قدام وكل اللي بيوصل له اكيد هو ما وصل له الحين بيوصل له بعدين اكيد ابي اسمع الحين من مهند من وين انت حاي يا بعد حي يا بعد حي يا بعد قلب ما يحتاج اهل حاي وجميع سكان المملكه ونعم بهم ما يكسو تصاريحك والله اقول خير الاصيل ما يلحق الا تالي اصبروا علي بيجي سبرايز سلام يعني قريب قريب ايه اصبر اصبر لا يا من انا الغار على قولته اصبر اصبر بالثور العجه بالثور بيجيك العجه من حايل وقت تسوق من الشمال تصبق في الوسطى باذن الله
حيا الله بالرأس. حيا الرأس. ونعم. عليكم جود جميع. حبو. كلكم مرة تسهلون. مرحبا. أو شعرت اسمك الأول. حمد بن جابر المدني. حمد. ما عليك جود. والله لونعم. ما عليك زود. حدرة ولا وين؟ ها؟ حدرة. الأصل ما حدرة ولا السكن الشمال. وين فيه؟ في حايل. حايل؟ الله الله. نريد في حائل الله الله شلون؟ المرض تعيني في كل مكان أهلونا ما عليك سوء. أنا أوجه رسالة للجمهور الله يبيض وجيههم، لا من جمهور لا من ربع لا من جماعة، اللهم لك الحمد. أمس البارحة دخل اسمي في العشر الأوائل، اللهم لك الحمد، والقادم إن شاء الله أفضل. وأقول لهم إذا وفرتهم وقت الرخاء حصلتهم في الخوف، ولا قنعتهم صوت الزهم ما عندهم غالي. سلام. وبإذن الله الأيام إن شاء الله الجاية بتثبت بإذن الواحدة. من اللي ما بعد دخل الحين من ضمن الثلاثي المتأهلين؟ أنا 31. ها؟ 31. هو المتأهلين كم؟ كم رقم؟ 24. 25. ها؟ 25 مع السبعة الأولين 32 رجل ناصر الغامدي. ومن اللي ما بعد وصل إلى؟ أنا دخلت البارح. 25 كم رقمك؟ كنت 52 والحين؟ صرت 24. ومن اللي غيره؟ كلكم دخلتوا 25؟ انا من قبل ندخل البرنامج. كم قبل ندخل مجموعتنا؟ ها؟ من قبل تدخل مجموعتنا وانا كم؟ الثالث الرابع الخامس. وانتم؟ انا 15. 31 31 لكن ما بطاب السيل الا كبر، وانا متحزم في جمهوري وربعي وبني عمي، وان شاء الله انهم ما مخليني. يا سلام يا سلام. وباذن الله تعالى ان من المتاهلين للبرنامج باذن الله. بإذن الله. شوف أنا بعطي رسالة باسمكم كلكم، بعيداً عن الأمور المادية، بعيداً عن الدعم، بعيداً عن أبقيسها مرة ثانية على مهرجان الملك عبد العزيز. تجار، أمراء، وجهاء، أعيان قبائل وغيره وغيره، كلهم يشاركون في ذا المهرجان بتنافس شريف. الجائزة خلينا نقول على سبيل المثال مليون، لكن لو نقيسها على اللي خسره في المنقيه اللي هو يولفها ويصنعها ويجهزها من صيف، ما دوم 200 مليون شيء الحفلات، ما دوم 200 مليون 50 مليون. يفكر في الجائزه ما يفكر ما يفكر في الجائزه ما يفكر في المبلغ، يفكر في الناموس. يفكر في الناموس. يفكر بايش؟ الناموس. باللي بعد الجائزه اول شيء سمعه يكفي انه كسب عزم. انه كسب جائزة الملك عبد العزيز. وسلم على الملك. وسلم على الملك أو على ولي العهد أو على أمير الرياض. فهذا بحد ذاته يعتبر وشو؟ تشريف. تشريف. يستحق الواحد أن يخسر ما وراه دون. وش عاد إنسان يخسر علشان طموح؟ علشان مستقبل. شغف. علشان شيء له هو. له هو على المدى البعيد في المستقبل. ممكن أن تكلف المبلغ الفلاني، لكن أنا والكل أهلي وناسي والكل ذكر وناسي. هولي لي كاريزما، هولي هولي كاريزما كاريزما. هذه جلسة العريس، لا جاءت باقة العرسان هدية. في مركز أقدامي تدليك وحمام عليه الكلام، نقول لك بعدها منك المال ومن هالعيال. الكشتة رغم وناستها ما تخلى من الغبار والتراب والصلف، كشتتك بالنفوذ أو الثمامة، باقة الحمام المغربي تقدر عليها. فروعنا المختلفة تخدمك أنت أو أختك أمك أو زوجتك، أي أحد تعرفه حنا جاهزين وبالخدمة، وباقاتنا تقدر تهديها. احجز خدمتك في مركز أقدام. تخيل طعم شاهد القيمة صار بهالأكياس، لا وبعد سيلاني وصافي منذ النكهات صناعية. يا سلام، شوف دم الغزال. الغربي يغنيك. إن كانك تدور الزين والطيب تلقاه عند الغربي، جودة ونظافة وتنوع نراهن لك عليها. هولي هولي كاريزما في
غيابي وحضوري بصيد جميع جمهوري بالقيم فني وحبوري والثقة لازم لازم لازم, 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 لازم ضروري هذا سباق حماسي والفن هو الأساسي والكل أهلي وناسي والكل ذكر وناسي هولي لي كاريزما هولي هولي كاريزما كاريزما والكل أهلي وناسي والكل ذكر وناسي هولي لي نعيد ونكرر بعيدكم الموضوع قبل العيد قلتنا على الربع والجماعة ومعايدات أنا وثق حسابي قبل العيد يوم العيد قلتنا على الربع والجماعة وجاني واحد وسلم علي من الحاقدين الحاسدين اللي ما وده بزودي وبتعينونهم في المجتمعات الجميع بتعينونهم أي موجودين سلم علي يوم سلم علي للمجلس كله يبارك لي كل من في المجلس يبارك علشان هذا النجمة يوم جاي سلم علي وش قال قال وش اقول لك يعني قال والله لو انك كاسب لك وظيفه ولا معرس عشان تبارك النجمه عشان تبارك النجمه قال والله لو انك كاسب لك وظيفه ولا معرس قلت هذه اخير من الوظيفه وتجيب العرس وزود تجيب كل شيء تجيب كل شيء ما شاء الله وهو الصح وهو الحقيقه هو ينغص عليك هو الحقيقه اصلا هو ما قاله درب قال لن يا الربع احقاق للحق وانا بحاكي لو اكثر المشاهير ما هو بحاكي انا بقولها بالفم المليان السوشيال ميديا بشكل عام رزق بعد الله سبحانه وتعالى الله. رزق رزق ما هو بهين رزق فلوس الله يزيدك اللهم امين ابو صالح عليك لبيك في بيتين ودينك رديت عليه بها اسلم يقول شكرا يا حسادي على كل ما صار هم والله اللي للنجاح دعموني ادعموني لا جيت اليا تعبت وجيت بطيح وانهار تذكرت فرحتهم وجنت جنوني يلا عساهم من طويلين الاعمار ابا تطول اعمارهم وحسدوني يا سلام ها والله العظيم يا البيتين هذه ان هذا الشيء ترى اللي انا ماشي عليهم ترى مثل الحساد هذولا ومثل اللي يبون طيحتك هذولا خلهم عتبه نجاح لك نعم خلهم عتبه عبرهم الى الى الى, إلى الاعلى نعم اكسب نجاحك وخلهم هذولا طال عمرك هم اللي يرقونك للنجاح كل ما تردد عزومك تذكرهم صدقني يجيك دافع معنوي وش اللي فرق معك يا علي اللي فرق معي اللهم لك الحمد ثقه زود عليها اللهم لك الحمد محبة الناس هذه الحال هي الربع هذه الحال مكسب يعني الثلاث شهور اللي دخلتناها في البرنامج والله ما تحسفت عليها ولا يوم لأن إلى يومك ذا إلى يومك هذا ها وأنا على الله ثم عليها لا عافية كلمة حق إلى يومك ذا وأنا إلى الله على الله ثم عليها من ناحية رزقي من ناحية أموري مجالاتي وعلاقاتي ترى كسب العلاقات بعد ترى أفود من المال في اللي بتقدمونه واللي بتسعون له واللي بتثنون رجليكم عشانه مو هو ضايع ولا هو بخسارة بإذن الله على الأقل على الأقل لو قدمت وقدمت ولا وصلت ما تلحق نفسك الملام حاولت حاولت نعم يكفي انك حاولت بإذنك يا علي لبيك لبيت منا انت تعبت ودفعت ودفعوا الناس اللي يحبونك ودخلت وبدعت الآن اللي منا اللي مو هم سوي شيء وبتروح عليه الفرصة وبشوف خياها بإذن الله نجوم مثل علي وطيب والله ما يزعل الدهن كلنا طيب انا وديكم ازود منه. سمعت بيعض اصابع الندم يقول انا ليه ما على قولتهم اني شديت حيلي او قدمت اللي وراي ولدوني عشان ادخل البرنامج لان انا بالنسبه لي انا اتكلم كسي انا اشوف فرصه لن تتكرر ابدا الا اذا الله كاتب لي والله والله انا مئات الالوف انهم متمنون محلكم ذلك اي أيوة والله والله انا مئات الالوف اقسم بالله يا جوالي ما يفصل كل يقول تكفى اني بندخل تكفى اني بندخل خلاص فاتي القطار خلاص راحت طارت الطيور برزاقها هذا الله وفقهم الله سبحانه وتعالى مختارين إيه كلها توافق من الله لكن يبقى فعل السبب هو لهم كل شيء والله يوفقكم وياك يسعدكم والله انبسطت بجلستكم وسوافا معكم والله لبيك انت بلا تسبدين من وجهك لبيك وسعديك نصور معك صوره جماعيه لا خير ما مصور انا صوره بس اسمع صوره جماعيه ما لازم نكون جالسين الراس بيغطي علينا منو؟ راسي بيغطي عليك حيك اللي شلعته عشان لو ما حالفنا الحظ يا علي في حالفكم الحظ إن شاء الله بوفقكم الله إن شاء الله يلا تعال تعال شو اسمه؟ أول مرة راح تصور معي ترى
نزلها بسنابك يا علي. ضبطنا يا بابا يا حبيبي، ودعتكم الله. الله يعينك. ربي يوفقكم ان شاء الله. يا علي علي لبيك. خلى بابا يشغل شغله. خير كفراتك. يلا ودعناكم الله. والله راجع علي. كلني